السلام عليكم أحبتي المشاهدين ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بهذا المصاب الأليم، مصاب سيد الشهداء وركبه الأخيار المنتجبين. حلقة جديدة من برنامج المجلس الحسيني، راح نخوض في تفاصيل هذا المجلس المبارك إن شاء الله، لكن بعد الفاصل خليكم معنا. يا محلى الوداع رجعنا لكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير، ورح نتعرف على ضيوفنا لهذا اليوم لهذا المجلس المبارك. رح نبتدي مع الملا الحبيب ملا محمد صادق. حياك الله يا ملا محمد وعظم الله لك الأجر. حياك الله يا حبيب ملا وعظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل حقيقة علينا وعلى شيعة أمير المؤمنين. نرفع العزاء إلى صاحب العزاء الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى العالم جميعا والمراجع العظام باستشهاد غريب الغرباء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. ونسأل الله الشفاعة لنا ولكم إن شاء الله للحسين عليه السلام. آمين آمين. أحسنت، بارك الله بك. كذلك الشكر موصول والترحيب لملا كرار الشمري. حياك الله يا ملا كرار. حياك الله يا ملا العزيز، عظم الله لكم الأجر وأحسن الرحمن لكم العزاء بهذا المصاب الجلل، مصاب استشهاد سيدنا ومولانا إمامنا الحسين بالفضل العباس شهداء الطف جميعا. نسأل الله تعالى بحق محمد وآل محمد أن يتقبل منا هذه الخدمة ويتقبل منا ومنكم هذا القليل بالكثير إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. أحسنت، بارك الله بك. كذلك الشكر موصول والترحيب للأستاذ الطيب الشاعر صباح العتابي. حياك الله يا صباح وعظم لك الأجر بهذا المصاب الأليم. حياك الله يا أستاذ أثير، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى انتصار الدم على السيف. حسنت. ونسأل الله القبول، ونسأل الله أن نكون من خدمة الحسين الحقيقيين. آمين لك. آمين يا ربي آمين بحق محمد وآل محمد. كذلك الشكر موصول للسيد الحبيب السيد علي الشهيلي. حياك الله يا سيدنا ونورتنا اليوم وعظم الله لك الأجر بهذا المصاب. حياك الله يا ملا، الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الفاجعة الأليمة، فاجعة الطف وذكرى استشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام. أحسنت. جعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأر محمد وآل محمد مع الإمام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف، وجعلنا الله وإياكم من المستشهدين بين آمين. يدي الإمام الحجة. آمين يا ربي. أحسنت، الله يحفظكم إن شاء الله. كل الحب والتقدير لكم محبتي ضيوفي الأكارم. اليوم إن شاء الله راح يكون هذا المجلس مبارك ومثمر بأصواتكم وبكلمات الشاعر الحبيب صباح العتابي. كذلك نبتدئ مع الملا محمد صادق. ملا محمد، أكيد للخدمة ألوان متعددة ويعني تنوع في الخدمة الحسينية، أين تجد نفسك من هذه الألوان الحسينية؟ حقيقة كل من يخدم الحسين، وهذه ثمرة، هي حقيقة شهر محرم الحرام، يعني هو بيطعم طبعا للمنشد أو للرادود الحسيني عندما يأتي. يعني احنا شلون نحسب له يوم يوم محرم؟ حسن. لأنه الخدمة الحقيقية هي مو يعني أنه بس الردة، وكذلك هي خدمة المواكب الحسينية وخدمة زوار الحسين سلام الله عليه. سلام الله عليه. ولكن كل من باختصاصه وكل من بقلمه مثل الشاعر الله يسلمه ويحفظه، وكذلك المنشدين، كل من واختصاصه يعني يخدم من موقعه اللي هو. يعني انت وين تشوف نفسك اليوم؟ بالقصيدة القعدية، لو بالقصيدة السريعة، لو بالقصيدة التراثية، لو بالقصيدة الاستعراضية، وين تشوف نفسك انت بالأداء بهذه الاختصاصات؟ يعني حقيقة انا قرأت كثير من الألوان. نعم. فما يعني حبيت القضية كلها، قصائد كلها عامة وليس يعني بتحديد. مثل ما أعرف أنت كنت تقرأ بالشطرة. أحسنت. يعني فترة أيه. طويلة. أنا قرأت في الشطرة، وأهل الشطرة لهم باع طويل بخدمة الإمام الحسين. تحياتنا لكل محافظاتنا العراقية اللي يخدمون الإمام الحسين سلام الله عليه. فكانت يعني الشطرة حقيقة هي كربلاء ثانية في مجالسها، ويعني حقيقة عندما دخلت إلى الشطرة تعلمت يعني كثير من القصائد. أولا هي القعدية اللي يقرونها أهل الشطرة، يعني طريقتهم كانت جدا جميلة حقيقة، يعني المجلس كان إلى طعم.
طعم يعني كل مجالس الحسين بها نكهه وثمره، يعني يذكرنا بالتراث، يعني انه عندما تقرا القعديه هذا 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 الشيء الاساسي اللي يعني اللي نعول عليه. كثير من المجالس انقرضت هاي، نعم القعده يعني انقرضت اللي كان يقراها ملا وطن وعبد الرضا رحمهم الله وحمزه الصغير، يعني هاي طبعا احنا نرجع لهذا السؤال يعني. وعندي اسئله خاصه بالقعديه بس قبل ما نسمع شيء ان شاء الله نسمع قصيده الى الشاعر الحسيني عبد اليمة المولي، تحياتنا له وكذلك عظم الله له الاجر. جيت اشوفك الله جيت اشوفك انت وين دل عيني يا حسين، خويا قل لي يا دروب يا خذني لي يا حسين لو يا وليد دليني بيك راح اموت من الحنين انت وين انت عاشرتك ما نسيتك حتى قولي ذكرتك عاشرتك عمر بعد ما فارقيتك وين اروح شلون اعيش هالحياة يا مكان ما كلك بذكريات نظرة تربت عيوني عليك الهوى نفسه أنا شميت لديك لو تحكي السنين أنت وين أنت وين خويا جيتك الله يدري ايش قد بكيتك دورتك عيوني طاحت ما لقيتك عطر دمك جابني الشاطئ الفرات فاز دليلي فاز دليلي كان سهم بقلبي فات هذا قبرك بصدق طولك ينام هذا قبرك بصدق طولك ينام الريح يما جمعت رماد الخيام الريح يما جمعت رماد الخيام وين دمعاتك يا عين انت وين انت وين احسنت بارك الله فيك تحياتنا للشاعر كلمات جميله جدا ويعني بصوتك كانت الله يحفظك قصيده متكامله من كل الجوانب احسنت بارك الله فيك نروح لي ملا كرار الشمري حياك الله يا ملا كرار مره اخرى عزيز حبيبي في دورك ملا كرار كما نعرف ان منطلق الخدمه الحسينيه يقع على شاكلتين
طبعًا. يعني منها المجالس الحسينية أكيد، ومنها الاستوديوهات طبعًا. وين تشوف نفسك أنت بيا بيا مكان من دول؟ والله ملا أثير هو أحد خدمة الحسين عليهم السلام يصور خدمة الحسين يقول بستان من الورود، نعم، وكل وردة لها نكهتها الخاصة، عطر خاص، ولها عطرها الخاص، ولها كذا. لكن مثل ما تفضلت انه، وما اضيف طبعا على كلام اخوي ملا محمد، الله يحفظكم بكم بارك، لكن اكو هي اكو روحيه بالموضوع، يعني اكو انسان تلقاه رادود روحيته بالمجلس واكو يبدع اكثر بالاستوديو، لكن كشخصيه ككرار شمر يبدع بالمجلس بالمنبر اكثر. بالتوفيق ان شاء الله. هي بدايتي يعني كانت هي ممبر. بالتأكيد بالتأكيد انت طبعًا. يعني لما قدامك جمع غفير من الناس وتقالهم، هذا اللي يبكي، هذا اللي يلطم، هذا اللي يدعي، هذا اللي ياخذ العويل والبكاء، أكيد تضيف روحيه خاصه طبعًا. وشجون وحزن أكيد. يعني بس يمكن بالاستوديو لما تقرا يجوز تتاثر انت لوحدك. اكيد فعلا. احنا مو نسلب حق القصيده يعني او الفيديو كليب، لا هو طبعاً مطلوب، هو الفيديو كليب هم يوصل للعوائل، يوصل لمناطق خارج العراق. يمكن هذا المجلس يكون ما يعني ما يكون بتصوير وتوثيق للمجلس، زين يمكن يعقد وخلص يروح. فعلاً. طبعاً بهذه الإجابة رد نسمع منك شنو حضرت لنا اليوم في حب الإمام الحسين روحي الله. الله يسلمك ملاك العزيز. إن شاء الله احنا يا ريت لو تخلينا نشارك وياك اثناء القراءه، احنا هم نريد شويه خدمتكم. اكيد. اي نعم. قصيده لسيدتي ومولاتي رقيه عليه السلام، سلام الله عليها، وكلامها ابو الحسن التميمي سلام الله عليه. نقول انكسار قلبي على طفله غريبه، والله يا هالناس قصتها عجيبة. انكسار قلبي على طفلة غريبة، والله يا هالناس قصتها عجيبة. ليش أخذوها سبية بيا ذنب ما تترقية، ليش أخذوها سبية بيا ذنب ما تترقية، بيا ذنب بيا ذنب بيا ذنب ما تترقية. من شفيت هالطفلة قلبي ذاب ونهار، شنها واردة مفتحة وتشيع بالانوار. وبجسمها عاينت ولقيت آثار، خفت لا يطلع مرض وعلي يندار. اتركيتها وصاحتي علي النساوي، قومي غسلي هدقومي ولا تخافي. الله. اتركيتها وصاحتي علي النساوي، قومي غسلي هدقومي ولا تخافي. هالأثار نسيها طمي بيا ذنب ما تترقي، بيا ذنب بيا ذنب يا ذنب ما تترقي. احسنت بارك الله فيك يا ملا، موفق ان شاء الله لكل خير العزيز. الله يوفقك ان شاء الله لخدمه الحسين سلام الله عليه. نروح لشاعرنا الطيب صباح العتابي، حياك الله يا صباح مره اخرى. استاذ صباح، الحسين عبره وعبره، كيف تجد تجسيد هذا المبدا في القصيده الحسينيه، على اعتبار ان اغلب الشباب يتوجهون صوب القصيدة العاطفية التي تثير الشجون والبكاء؟ حقيقة هو يعني مثل ما تفضلت حضرتك، الحسين عليه السلام عبرة وعبرة. احنا اليوم البكاء على الحسين مطلوب، يعني من باب الأجر ومن باب أنه نحصل ثواب، فهو خوب الروايات موجودة ومسندة أنه البكاء على الحسين بالكثير من الأجر والثواب. لكن بنفس الوقت الحسين من خرج ما رادنا بس نبكي عليه،
ما خرجت أشرا ولا بطرا. الحسين خرج لطلب الإصلاح في أمة جده، فاليوم الحسين هو رمز لكل الثائرين، رمز لكل المثقفين أيضا. يعني الثقافة الحسينية اليوم الحمد لله جاي نشوفها في كل العالم. يعني احنا لازم ننقل يعني مظلومية الإمام الحسين روحي له الفداء. نعم أنا بالدرجة الأولى، بس من بعدها لازم ننقل مثلا يعني ثقافة الحسين سلام الله عليه، يعني شجاعة الحسين، مصداقية الحسين. كنت أشاهد مجلس الملا باسم في لندن. نعم. فقبل أكو سيد معمم، والله فرحت هواي، السيد يسولف بالانجليزي وبالعربي. فهذا فتشي يعني من تنقل ثقافة الحسين للأمم الأخرى، هم أكيد يعرفونه لكنه يحتاج تعريف أكثر. بالتأكيد. يحتاج يعني الحسين مو بس لطم ونطبخ ونبكي، الحسين هو تاريخ لازم كبير. لازم ننقل صورة جيدة. إذا تجي من باب الشعر أنه الحسين عليه السلام الأدب الطف، إذا تخليه في كفة وتخلي بقية الأدب العربي في كفة، فكفة الأدب الطف ترجح، لأنه كتبت الكثير من القصائد. الحمد لله اليوم جاي أشوف أكو الكثير من القصائد الواعية، لكن في لكل قاعدة نشاز. هذا شيء جيد. إيه لكل قاعدة نشاز، أكو أصوات نشاز في هذا المجال، لكن بالتالي ما كان لله ينمو وما يصح إلا الصحيح. يعني أحسنت أحسنت بهذه الإجابة الموفقة. أريد نسمع شنو حضرت لنا اليوم. يا أنا خادم، في ليلة من ليالي السبي بات سبايا آل محمد في كنيسة نصرانية على طريق الشام، وكأني براهبة نصرانية تتجه لمولاتي زينب وهي تحمل قطعة من الكفن، قائلة: يا زينب، إن هذا الكفن ورثناه عن أجدادنا وفيه من البركات الكثير، خذيه واعصبيه برأسك لعله يريحك من آلام السفر ومتاعب السبي. فتجاوبها الحوراء زينب تقلها: ما شد راسي إلا بغترة العباس. الله. ما شد راسي إلا بغترة العباس، لا يا راهبة واخرج جفن لي غاد، احنا الشارة اللي تحط نفس للميتين، واللي يطلب ظنن ترس شلي الأولاد. كم مرة انتخت مريم بأهل البيت، اجت مشاية وانطيناها عيسى مراد. يا خام اللي يطيب لجمة الخوان، عد العباس كل طب للجرح ما فات، طالت هاللسن واعرف دواهن وين، بس المشكلة شفين اخوي بعاد، نص الصوت لا تسمع حكينا الروس، ولا يغتاظ دمهم والوجع ينعاد، شوف الراس ذاك اللي يلتفت كل ساع، نقص عندي تيمة يقل لي طاحت غاد، مو مسبية مو مسبية وانا صياغتي الكرار، زينب طبع روجة تقود ما تنقاد، عدنا حسين واحد بس هوانا حسين، اختنقنا وما رضينا نشم هوا ابن زياد، وقفنا العب بين اللهب والصوت، ومن جاعة النار الخيم صارت زاد، سهل حرق الخيم غير احنا هالديوان، المعزب شرط تلقى بمضي فرماد، خاطر لا يمر صوت بظهر مسكين، هاي متوننا وخلي يشبع الجلاد، تراك الدم تراك الدم فخر للمشن مسبيات، لليه والله لبس الذهب ما يراد، عدنا كم رقيه ظلت بلا حيل، يوجعها اليتم والحيل خيط وباد، طاحت والبواك تبيد الرجلين، بس عزت نفسها الواقفه استعداد، شبكنا جفوفنا على الراس مو من خوف، سوينا الاصابع للحجاب اوتاد، نصبر على العطش عندنا الثقل مرغوب، ثقيل الخام اللي يبرد يصير ضماد، عطشت لكن ظلت ثابته الصحراء، وبيخف النهر قاضيها رايح راد، ارتفع شان النهر غير احنا عطشانين، لو ما عنتروا ولا ينعرف شداد، خلينا العدل يحسد المقتولين، واشجعهم بقى يدور على المشراد، صكت والبواتر تنتق من الخوف، وسيوف الهواشم بيها خيط عناد، لتشحن نيابهم شي قمر هاشم غاب، الطريدة تجر نفس من يبعد الصياد،
تاه حسابهم وطشر الملموم وبس يا ابو فاضل يعرف التعداد بعمرنا وموتنا على الضدنا متعلين الشاهد روسهن على الرماح اسياد باكر تضج بينا الدنيا روس وصوت ونخضر ثوره تكسر قيد الاستعباد. احسنت ان شاء الله لكل خير. قصيده جميله جدا ومعبره الله يعزكم لا تخلو من الابداع. نروح لسيد علي، حياك الله يا سيد علي مره اخرى. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يبارك بكم ان شاء الله. القصائد التي قراتها يعني القصائد اللي تقراها انت بطبيعه نعم. الحال تكون من اختيارك انت لو من اختيار الشاعر لو يعني هم تشارك بتغيير جمله لحنيه او جمله شعريه بالقصيده لو. نعم شوف من اللي هو احنا حقيقه الشاعر من يريد يبدي يكتب انا يعني احكي لك عن طريقتي الخاصه نعم. كيف اتعامل ويا الشعراء. احنا نحكي عن طريقتك. نعم نعم. طريقتي انا انه انطي لحن للشاعر ويكتب هو. بعض الاحيان انطي بس لحن ويكتب علي. بعض الاحيان لا. تنطي موضوع. انطي لحن وفكره. او يكتب على اللحن ما انطي فكره يكتب لحن وانا تجي مثلا اغير بعض المفردات اللي يعني بالقصيدة. يعني اليوم مثلا يعني السيده نعم. رباب سلام الله نعم. عليها. اغلب الشعراء من يتناولون موضوعها كعبد الله الرضيع علي الاكبر كذا بس ما يتناولون مثلا هي زوجة الامام الحسين وهم يعني فقد الزوج يعني هم راح تفقد زوجها وكذا نعم. والزوج هو بعد هو نعم. المعيل وهو كذا هيك مواضيع ما يطرق لها الشعر يجوز احنا يحتاج من الرادود مثلا طبعا هذه هي دعوه ورساله لكل نعم. حتى يختار موضوع معين بالطف هي نعم. كل المواضيع مؤثره بس مختلف نوعا ما. نعم انا قلت لك يعني هو هنا هذه فكره القصيده هم يقع على عاتق الرادود انه يبحث عن الفكره الجديده نعم. يبحث عن اللحن الجديد والشاعر يحتاج من الرادود ان يساعده بالفكره. وانا عن يعني احكي لك عن طريقتي الخاصه انه اتعامل كذلك مثل ما قلت لك انه انطي اللحن بعض الاحيان انطي فكره مع اللحن مره تجي بلحن ومره مرة تجي بلحن تجيني بعض القصائد انه بها بعض المفردات اللي انا مو قانع بها نعم. فابدي اغير بعض المفردات وحتى تكون يعني باتم شكل القصيده لانه يعني تعرف هذه القصيده راح تطلع اكو عالم تنتقد اكو عالم تسمع نعم. اكو ذواقه موجودين فاحنا يعني يقع على عاتق الشاعر والرادود انه كل عمل جماعي يطلع العمل اولا خالص للامام الحسين وما بيفد نقص من باب اللحن أحسنت. والمفردة أحسنت. والموضوع نعم. أحسنت موفق إن شاء الله نسمع فضلكم. نسمع إيش حضرت لنا اليوم يا سيد نعم إن شاء الله أسمعك قصيدة تجي على بالي سيدي ومولاي الإمام علي الأكبر عليه السلام عليهم السلام من كلام الشاعر أبو صادق البصري تحياتنا إلى الشاعر نعم. الله يوفقه تقول القصيدة شلون تجافيني يا ساكن عيني شلون تجافيني يا ساكن عيني أريد مشاركتكم ويا شباب في دور يلا فارقني النوم بهجرانك يا وليد ومن يملي مكانك فارقني النوم بهجرانك يا وليد ومن يملي مكانك يا ساكن عيني يا ساكن عيني شلون تجافيني شلون تجافيني يا ساكن عيني شلون تجافيني يا ساكن عيني فارقني النوم بهجرانك يا وليد ومن يملي مكانك فارقني النوم بهجرانك يا وليد ومن يملي مكانك يا ساكن عيني يا ساكن عيني يقول بدار الظلمة تم عن عيني
وما شوفك يمي وجسم الناحل من هجرانك ما يحمل هدمي بدار الظلمة تم عن عيني ما شوفك يمي وجسم الناحل من هجرانك ما يحمل هدمي ما جب ظنك بي تفكر شلون اترك امي اشتحمل يا هم هم الغربة لو تحمل همي اشتحمل يا هم هم الغربة لو تحمل همي يا وليدي الغالي اش حسبت بحالي يا وليدي الغالي اش حسبت بحالي اتمرمر ما جب حسبانك يا وليدي ومن يملي مجانك اتمرمر ما جب حسبانك يا وليدي ومن يملي مجانك يا ساكن عيني يا ساكن عيني الله يسلم عيونك وقلبك الله ينور طريقك إن شاء الله بالتقوى والإيمان إن شاء الله كل خدام الإمام الحسين بحق محمد وعلي محمد نسأل الله لهم التوفيق والسداد في كل مجالسهم وفي كل مشاريعهم وفي كل أمور حياتهم بحق محمد وعلي محمد أحبة المشاهدين بهذه الأبيات الجميلة راح نروح لفاصل قصير وبعدها نتواصل يا محلى الوداع بهالمسية وعلوم المنية رجعنا لكم أحبة المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير ووصلنا لفقرة مهمة جدا اللي هي فقرة كاسية طبعا نشرح لكم هذه الفقرة قبل ما نبتدي بها إن شاء الله هذه مجموعة كاسيتات كل كاسية عليها قصيدة من التراث القديم فراح نختار يعني نختار راح نبدو وياك يا مولى محمد نختار لك قصيدة نشوف يا قصيدة اللي راح تطلع تحكينا شنو قصتك ويا هذه القصيدة وشنو أثرت بنفسك ومن بعدها سمعنا مقطع قصير إن شاء الله نبتدي إن شاء الله إن شاء الله يا الله هذه القصيدة يا ابن ضيعتني بضيعتك مني طبعا نستمع شوية المقطع من عدها إن شاء الله بسم الله يا ابن ضيعتني بضيعتك مني ضهني زيماني بعد ما سمعنا لهذه القصيدة الخالدة أريد نعرف شنو أثرت في نفسك يا ملا محمد ويا ريت لو بعد ما نسمع الإجابة نسمع مقطع من هذه القصيدة إن شاء الله طبعا هذه القصيدة للمرحوم كاظم منظور الكربلاي رحمة الله عليه رحمة الله على روحه الرادود الحسيني المبدع حقيقة الشيخ حمزة الزغير رحمة الله عليه وجميعا يا ابني ضيعتني بضيعتك مني دهني زماني بيك دهني يا ابني ضيعتني بضيعتك دهني زماني بيك دهني زماني وتاه مني الراي يا لبي حشاي يا المنقطع مني حشاي يا مايل عين عقبك نزل بي الماي
أيضا أني كان بيك وخيب الظني يا ابني ضيعتني بضيعتك مني دوهني زماني بيك دوهني. الله الله عليك. قصيدة جميلة ومعبرة طبعا. تشوف يعني سر النجاح وسر الخلود بهذه القصائد هي يعني السهل الممتنع، البساطه. تشوف يعني البساطه بالمفردات. اي نعم، يعني هنا الشاعر ما مدور بيها صور حتى الناس تقول الله. نعم. يعني كاتبها من كل قلبه، كأنما الطف قدامه. ايه وحاله حاله موجود بالطف وكاتبها. رحمه الله على روحه، رحمه الله على روحهم جميعا. نروح لملا كرار الشمري، حياك الله ملا حبيبي. كذلك يعني مستمرين بهذه الفقره اللي ذكرنا بتراثنا الكبير، وهذه القصيدة ايش تتوقع يا قصيدة؟ ايضا للراحل حمزة الصغير، الله عليه، اللي هي قصيدة دهري ذبني. حتى نستمع، استمع لي هذه القصيدة. لا تطلب الماي في الخوف مني تروح وتقطع. يا ملا بعد ما سمعنا من حسن حظي قصيدة. طلعت لي هاي القصيدة طبعا. هاي من القصائد اللي أعشقها بصراحة، قصيدة دهري ذبني للشاعر المرحوم عزيز القلقاوي الكربلائي. رحمه الله على قرأها المرحوم حمزه الزغير رحمه الله على روحه. وعادها حج باسم، وانا قلت لك من هذه القصائد اللي اعشقها، والدليل سجلتها وانبثت على قناه الطليعه هذا الموسم المحرم. ها بالتوفيق ان شاء الله. فقلت لك من حسن حظ انه طلعت لي هذه القصيده لان اعشقها بصراحه. الحمد لله والشكر. نسمع منك شيء طبعا، بس كونوا يشاركون وياي من محمد السيد حبيبي. يعني انا ما شاء الله يا اخري ذابني عبد الله يا شمع الضوى عيوني داخري ذابني عبد الله يا شمع الضوى عيوني هاكي خذ ماي العين يا ابني وسالوتي خلى افراحي بدنياي وانت فرحتي خلى ابتسم وارتاح واشتم وردتي ريتك اليوم ويشي ويتلم كبرتي دا يا غري ذابني عبد الله يا شمع سنت حبيبي موفق ان شاء الله لكل خير يا ملا كرار. نروح لصباح العتابي. استاذ صباح، يعني بما انه انت ما تقدر تقرانا من هذا القبيل، بس اريد نحكي على التراث الحسيني، على هذا الارث الكبير اللي تركونا يا يعني اعمده المنبر. انا هذا المسجل يذكرني بهواي سوالف. اي نعم والله العظيم، يعني هاي ايام الصدق، ايام العشق الحقيقي بصراحه. من كان بالتأكيد. يعني اكو بيت للكبير نائل مظفر تحياتنا له، هو ينطبق على هاي الحاله. يقول
سبيته بوقت كان اللي يسب اعدام ما سبه بوقت ياهل يجي يسبه. الله. اي فهذا المسجل كنا نخليه بالغرفه الاخيره ويسدون الباب ونسمع هاي القصائد العظيمه. نصي لازم. اي والله العظيم. شنو تسمع قبل؟ والله حقيقه يريح الهاب مثلا. لا يعني هاي هذه الاصدارات فيها بالبدايه انا والدي من عشاق عبد الرضا رحمه الله على عبد الرضا. الله على روحه. اي فاتذكر نجفيه دائما يشغل لنا ايام وزينب يا غريبه. الله. اي بعدين من اجت قصائد ملا باسم يعني قوم رويها ويريح الهاب وهاي هاي القصائد الكبيره. اكيد الحمد لله اللي نقول نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكر اهلنا اللي ربونا على هذا العشق. الحمد لله. وان شاء الله نسال الله ان نستمر بهذا. طبعا هو سؤال يطرح نفسه يعني تتوقع بانه راح تجي قصيده بالمستقبل من القصائد التي يعني قرات من 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 رواد او من يعني خدام الامام الحسين بصوره عامه وراح تخلد كما خلدت هذه القصائد؟ طبعا يعني اذا كانت القصيده مكتوبه بطريقه صحيحه ويعني تكون مطابقه للمعايير الحقيقيه للقصيده وصوت جميل اكيد تتخلد. اليوم احنا قصائد ملا باسم اللي انقرت قبل 5 سنين 6 جاي نحس بيها من التراث بدات تصير ولليوم ما ننسن. نعم. يعتبر تراث حديث يعني طبعا قمرويها من التراث الحديث يعني مثلا فد 15 20 سنه ابنائنا يسولفون بهاي القصائد اللي جاي يسجلونها حضراتكم هسه. فاكيد اذا كانت النيه خالصه للحسين سلام الله عليه تتخلد القصيده. احسنت. يعني هي هو الموضوع يقع على عاتق الشاعر والرادود يعني هو هذا عمل مشترك. أكيد. لازم يكون متكامل نوعا ما. لكن نفس الوقت ما اريد كل قصيده تتخلد. نعم. يعني اذا تخلدن مال المشايخ هسه احنا خوب جايتنا الاربعينيه ان شاء الله وراح نسمع يعني احنا نريد الجانبين. احنا نريد الجانب السلبي والجانب الايجابي. راح تجينا الاربعينيه وراح نسمع قصائد ما انزل الله بها من سلطان. الله صح. يعني ما يعني ما اعرف انت يا اخي اذا تريد تغني روح غني الله وياكم محمد وروح غني. نعم. بس انت ليش يعني ليش ترقص على جراحات الحسين سلام الله عليه؟ يعني اكو هيك صار يومين هيك نزلن قصيدتين يعني والله العظيم استحش اشغلهن قدام اطفالي. تاكيد. ما اعرف يعني الشاعر شلون فكر من كتبها؟ ايش راح يقول لنفسه؟ ايش راح يقول لاهل البيت؟ ايش راح يقول لاهله؟ يعني هسان اليوم من نكتب قصيده ويقراها احد الرواديد افتخر بها قدام اهلي. هاي انا كاتبها ما اعرف هذني هم يفتخرون بها قدام اهلي؟ شرف تعتبره. ما اعرف. نتمنى يعني اليوم المؤسسات الموجوده. نعم. يعني في مصر قارئ القران ما له حق يسجل اذا مو يدخل فد اختبار ما له حق ينزل كاسيت. هذا شيء جيد. الا من جامع الازهر. نعم. الا بشهاده من جامع الازهر يلا صح. يقدر يسجل. نعم. فاحنا نفس الموضوع مو يا اخي مو اي رادود ينزلون له. احسنت بارك الله بك. طبعا حتى نستثمر هذا المجلس المثمر بأناملك وقلمك الصادق مع الحسين ان شاء الله اريد اسمع منك خادم. شيء. في صوله من صولات الطف الحسين عليه السلام يستأذن من أنصاره ويقول أريد أن تكون هذه الصولة هاشمية حصرا. فبني هاشم من سمعوه وقفت الشاهود على الخيط. الله. وقفت الشاهود على الخيط ولغاد تكترت خوف المنية وصاحوا شمر جيشك كله معزوم خن ضوق السيوف الهاشمية. الله. اليوم ننشف المايل بالوجوه إذا ظل ماي بوجوها لمية. صاحوا شمر جيشك كله معزوم خن ضوق السيوف الهاشمية. اليوم ننشف المايل بالوجوه إذا ظل ماي بوجوها لمية. شنو هذا الرعيد اليم الخيام غبار القاع واصل للثرية. شمر لا تخاف مو زلزال بالقاع بس عباس أخذ لخته تحية. ارتجز حامل الراية يا أخوة حسين يا شذرة بخت بجفوف الزكية. يا تربات الهلا يا راحة الضيف يا تتشاية علي حامل حمية. يا ولد أم البنين الوالدة تقول الزلمة الماية خالف شورة خية.
يا ولد ام البنين الوالده تقول الزلمه ما يخالف شور اخيه، اريد هاي صدوركم خل تحضن النار، خاطر لا تصل خيمه رقيه، الستر يرتفع كل ما طاحت الروس، نريد نموت وتعيش القضيه، المطر من يوقع على النهر يرتاح، لذلك عن نهر راح الطديه، اللي يقبل على المنايا بروح عريس، السهام بعينه تنطش واهليه، المهم هاي الحرب والرايه عباس ترف تهدم سريه على السريه، ضوت رغم الشمس لبدت من الخوف، الضوى من يروح ما مش منه جيه، اللي يتنفس بذيك الساعه محسود الله، وبوقتها من الهوى تشرد الريه، بس لمعة سنون القمر تنشاف الله، يضحك بالخطوط الأولية الله يسلمك. الله يعزك موفق إن شاء الله لكل خير. قصيدة جميلة جدا ومعبرة. أحبتي المشاهدين بهذه الأبيات الحسينية المباركة راح نروح لفاصل قصير من بعدها متواصلين. يا محلى الوداع عبها المسية وعلوم المنية. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير ومتواصلين وياكم بفقرة اليوم اللي هي فقرة كاسيت. وصلنا للسيد الحبيب سيدنا الغالي، راح نختار لك كذلك كاسيت من هذه الكاسيتات اللي موجودة. اختار لك هذا الكاسيت عليه قصيدة شلون ليلة الله يوم القراءات فقط لي حمزة رحمة الله على روح. نسمع هذه القصيدة. شلون ليلة يودي حسين العقيلة، تصيح زينب بالحرام أنا كفيلة. شلون ليلة شلون ليلة أيام اللعب. بعد ما سمعنا لهذه القصيدة التي تعتبر من المعلقات الحسينية، أريد نسمع شنو أثرت في ذهنك وفي ذاكرتك وقلبك هذه القصيدة. بحقيقة هذه القصيدة هاي من الكنوز، نعم، كنوز التراث الحسيني القديم. يعني حقيقة أنا هذه القصائد التراثية مواكبتني دائما على طول في يعني فترة خدمتي للمنبر الحسيني. هذه القصائد التراثية أنا أعدها من 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 يعني هي اللي تبني الرادود، هي اللي تبني أساس الرادود. اللي يجيد هذه الألوان يجيد كل لون. أحسنت. لأن هي من حقيقة من الألوان الصعبة هذه القاعدية. يعني أتمنى من كل رادود إنه هذه القصائد التراثية إنه تواكبه الحين مسيرته الحسينية. هو أي بداية لازم يكون بها أساس. نعم، اللي تكون بداية بهذه القصائد التراثية هذه بداية ناجحة. وهذا الأساس هو واضح قدامنا. نعم، اليوم أساس صح كان ما تخلد. نعم، ما ذكرناه إحنا اليوم. نسمع منك هذه القصيدة بصوتك. نعم، إن شاء الله نكون بخدمتكم. الله يبارك بيك إن شاء الله. قول شلون ليلة شلون ليلة يودع حسين العقيلة، تصيح زينب بالحرام أنا كفيلة. الله. شلون ليلة شلون ليلة يودع حسين العقيلة، تصيح زينب بالحرام أنا كفيلة. أي زينب تودع وليها والفراق يعز عليها، زينب تودع وليها والفراق يعز عليها. شلون ليلة شلون ليلة يودع حسين العقيل، جني أسمع صوت زينب، جني أسمع صوت زينب بالأفلاك السبعة تدوي،
ومن أستار الخدر يظهر يصعد العالم العلوي كني أسمع صوت زينب بالأفلاك السبعة يدوي ومن أستار الخدر يظهر يصعد العالم العلوي يا إلهي وهذا عهدي قبالك المصباح يضوي وهاي المصيبة الراتبة بعالم الذر مرتبة وبمسمعي صوت النايبة من مصادر عهد يروي شلون ليلة شلون ليلة فرقت شمل الهواشي ومن يطير فجر المصيبة ينهدم عز الفواطيم شلون ليلة شلون ليلة فرقت شمل الهواشم ومن يطير فجر المصيبة ينهدم عز الفواطيم والمصيبة عالمية خيمت بالغاضرية شلون ليلة شلون ليلة يودع حسين العقيلة تصيح زينب تصيح زينب بالحرام أنا أنا كفيلة. والنعم والنعم من السيدة الله زينب سلام الله عليها. أحسنت بارك الله بكم موفق إن شاء الله لكل خير. مستمرين إن شاء الله بمجلسنا لهذا اليوم. ملا محمد القصيدة الحديثة يعني جاي يصير بالمسار الصحيح لو أكو هفوات يعني رأيك؟ والله حقيقة يعني القصيدة مع الأسف يعني احنا عتب نواجه من خلال القناة الموقرة يعني كثير من المنشدين جاي ينحرفون بالقصيدة الحسينية الحقيقية يعني مع الأسف الشديد من الإيقاع ومن اللحن بس يعني انت شوف مرات يعني الملا باسم الحاج ملا باسم تحياتنا إله تحياتنا يعني جاي يشتغل صح كثير من المرشدين اللي مثلا الشباب كذلك جاي يشتغلون صح بس مع الأسف يعني مثل ما طرق مساعة الشاعر المبدع قال يعني القصيدة مع الأسف يعني جاي نسمع مثلا أنه هذا مكيف مثلا من يسمعها القصيدة مشكلة فهاي مشكلة يعني طامة كبرى يعني هي قصيدة حسينية والقصيدة يعني الحسينية أنا أشوف ذولي أنت اللي تحكي عليهم ذولي أصلا ما مشمولين بقضية الإمام الحسين يعني احنا جاي نوصل رساله وهي الرساله لكن هم دول مطبلين خلينا نسميهم يعني جاي ياثرون على القضيه لكن الناس هي قضيه ترى القضيه واضحه كوضوح الشمس مو اكيد يعني موضوع الامام الحسين سلام الله عليه واضح جدا ومن يسيء للقضيه الحسينيه هو هم واضح وحسابه مع الزهراء قبل ما يكون مع الناس ومع أكيد المتلقي أكيد طبعا أكيد احنا يا ريت لو نستثمر هذا الوقت بصوتك الشجي إن شاء الله يعني خادمك ايش تحبون تسمعون خادمة شيء من اختيارك إن شاء الله نسمع يا عين هل الليل أخذيني لحسين للطاف وديني يا عين هل الليل أخذيني لحسين للطاف وديني ونشوف بالطاف
صار البحسين والبالأنصار وهناك يا أم خليني وهناك يا أم خليني أخذيني هالليلة يا عين ارددك باب الطفول أرد أشوف أرد أشوف شلون زينب وقفت بوجه السيوف والقمر عباس طايح والقمر عباس طايح ويما مقطوع الجفوف حتى لو أعميها عيني قبل لا كل شي تشوف وين شوف دمعات الخدار من طاح على الغابرة الأكبر وين شوف دمعات الخدار من طاح على الغابرة الأكبر وابتشيك يما وتبتشين يا عين الليلة اخذيني موفق الله عليك تبارك الله طيب الله انفاسك روح لي ملا كرار طبعا احنا الوقت بدا يداهمنا حتى نريد نسمع من الجميع نريد نسمع منك يا ملا كرار بخدمتكم ان شاء الله خدمتك يا ملا كرار في دور روحك تقول صديت عني يا حزن ما يوم ما يوم صديت ويا دهر شقد إلك رميات يا حسين يا زينب تقول علي القوم يا عباس صديت وسلب خدر الشمر بالغاضرية سلب خدر الشمر بالغاضرية سالي معن الدهر بجفوفه للهم سلمان سالي معن سلمان الدهر بجفوفه للهم سالي معن ودمع على الكفلني بويا سالي معن ودمع على الكفلني سال مني سالي من صحت عباس بلشين بلشين سالي معن صحت عباس بلشين بويا سالي معن سالي معن يقل لي ولا جرح يا اخي تبي يا قل لي ولا جرح يا خي يا تبي لك يا استاذ صلاح حبيبي
نسمع منك مقطوع. الإمام علي الأكبر والإمام العباس سلام الله عليه دخلوا للحرب سوى، فعلي الأكبر عليه السلام في ظهر الإمام العباس، فأقول برزه وسوى وطر الجيش عباس إلى أن طول من علو الجثث ضاع الله. لحد ما صاح الأكبر عم عباس أوقف بعد خطوة وتخلص القاع الله. لحد ما صاح الأكبر عم عباس أوقف بعد خطوة وتخلص القاع طبر سيفك تعدى الدنيا مرتين وبقى بينك وبين البرزخ ذراع الله. رايح وين؟ قال له ارد عبر الكون بلك بغير دنيا نحصل سباع. اسأل ابن سعد تعداده مضبوط صدق 70,000 شو خلصوا بساعة. الله 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 أحسنت الله أحسنت سلام. موفق لي كل خير. طبعا هذه الجلسة مباركة ويعني مشوقة وعطرة ويعني والله ما أعرف شلون خلص الوقت وياكم. طبعا إن شاء الله تنعاد هذه الجلسات المباركة في حلقات قادمة إن شاء الله بحق محمد وآل محمد، لكن هذا ما يسع به وقت البرنامج. وقت البرنامج شارف على الانتهاء، لكن احنا راح نختم مثل ما عودنا جمهورنا الحبيب بقصيدة من التراث ونتشارك بها. اخترنا يا قصيدة إن شاء الله حسين أبو ضمائر. حسين أبو ضمائر إن شاء الله. أحبة المشاهدين هذا ما يسع به وقت البرنامج، على أمل اللقاء في حلقات قادمة في أمان الله وحفظه. يلا شباب. يا حسين بضي ما يرمى صيحنا بيك آمنا لا صيحة وعواطف هاي لا دعوة ومجرد هاي